السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير أيها الأحبة. هل تعرف الشيء الذي يفرح الله سبحانه وتعالى منك فرحا شديدا؟ أتوقع بتقول لي صلاة، أقول لك لا. أتوقع بتقول لي صيام، أقول لك لا. أتوقع بتقول لي حج، أقول لك لا. صحيح، هذه الأشياء الله يحبها، ولكن ما هو الشيء الذي يجعل الله يفرح منك فرحا شديدا؟ والله شيء يا اخواني عجيب. الشيء الذي يفرح الله عز وجل منك فرحا شديدا هو التوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان على أرض فلات، يعني ماشي في بر، وكانت معه راحلة عليها زاده وطعامه، فضلت منه، ضاعت في الطريق، وما عاد عنده شيء، لا عنده أكل ولا عنده شرب، فجلس إلى شجرة واستلقى عليها ينتظر الموت، فغفى غفوة ثم أفاق، فرأى الناقة عند رأسه، يا سلام، وجد أكله وناقته وماءه أمام رأسه بعد أن أيقن من الموت، فمن شدة فرح هذا الإنسان قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا خطأ، لكنه أخطأ من شدة الفرح. بدال ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح حتى غلط في الكلمة هذا الإنسان. الله سبحانه وتعالى يفرح منك إذا تبت أشد فرحا من هذا الرجل بهذه الناقة وهذا الأكل والشرب، يعني أشد من فرحك عندما تعود للحياة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب ويستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. قولوا معي: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم من نشر هذا المقطع، اللهم فتب عليه واغفر له ويسر له الخير، انشرها يا أخي، فلعل رجلا أن يتوب فيتوب الله عليه فتقبل توبتك وتوبته. فإن أرسلتها إلى 3 وتاب 3 فكأنما تبت 3 مرات. أسأل الله يتوب علي جميع وإياكم يا أخواني جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.